الحقيقة هذا حفل أدبي وفني، يعني الهدف منه إبراز قدرة المكفوف وكفاءته، والحقيقة هو هذا يعني الحفل نحن جعلناه بعنوان وأثمرت وأينعت ثمارنا، يعني للتعبير عن فرحتنا بتخرج ثلة من المكفوفين المجتهدين والمثابرين من الجامعيين وحصولهم على شهادات جامعية. نقيم هذا الحفل اليوم تكريماً لمجموعة من الطلاب الخريجين الذين تجاوزوا المرحلة الجامعية، وللمعلومة في عنا 3 طلاب حصلوا على مراكز متقدمة. عنا طالب عبد الإله الحسن حصل على المرتبة الأولى في المعهد الطبي المعالج الفيزيائي، وعنا الطالب مصطفى درويش حصل على المركز الثاني بقسم اللغة العربية، وعنا عبد الرحمن بلدي كمان كان من 3 الأوائل بقسم التاريخ. جمعيتنا كمان يعني بتعنى بالكفيف من سن 18 سنة فما فوق، كمان بالإضافة إنه نحن في عنا روضة للمكفوفين. أطفالنا اليوم رح يقدموا فقرات فنية بمناسبة عيد الأم وعيد المعلم، وفي عنا كمان فقرات شعر ومقامة، وبالآخر طبعا وفي عنا موسيقى غناء كمان، وبالآخر في عنا موضوع التكريم. نحن مشاركتنا ضمن هذا الحفل تحت اسم جمعية رعاية المكفوفين بدمشق، أطفالنا مشاركين بفقرات فنية بسيطة هي عبارة عن عراضة، أبيات شعر، رقصة كثير لطيفة، بالإضافة للغنية الختامية اللي حيشترك كمان فيها كادر الروضة واللجنة المشرفة.